مساء الخير يا جماعة، النهاردة احنا موجودين عشان بنحتفل بالذكرى السنوية لثورة 30 يونيو. مجموعة كبيرة من المصريين موجودين النهاردة معانا قدام السفارة المصرية. معانا كمان من الناس النشيطين جدا في بلجيكا أستاذ صلاح عبد الحميد. طبعا حضرتك غني عن التعريف. ربنا يخليك. الله يخليك. احنا دلوقتي وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية في بروكسل، تأييدا ودعما وتشجيعا لثورة 30 يونيو اللي قامت ضد الاستبداد الديني، وإنها مصر رجعت على هوية كيانها بفضل دعمنا وتأييدنا للرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا. شكرا يا فندم. ومعنا أبونا موسى جم من ال... أهلا وسهلا. اللي عايز يتغدى النهارده.